زيدي شوية زيدي شوية هنا زيدي. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث الحي المباشر أمام مستشفى أم المنفخات الدار البيضاء. هذه السيدة اللي كانت جالسة معنا كانت يعني كتوجه نداء المغسلين والقلوب الرحيمة باش يساعدوا الزوج ديالها اللي عنده رجليه في حالة تعفن وما لقات حتى شي مساعدة وحتى شي زعما وخا الحالة جد زعما جد مزرية والسيد كيتألم وزعما حنا شاهدنا مشينا صورنا معاه وهذه هي المرة الثانية ولا اذان صاغيه لا من المسؤولين لا من المحسنين. دابا هي غتعاود توجه النداء وغتعاود تحكي لنا على الحاله ديال الزوج ديالها اللي بصح 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 مشاهدي الكرام محتاج للمساعده. الله يجزيكم الخير. انا زعما هاد السيده قطعت لي قلبي وما لقيتش ليها جهد. كنتمنوا زعما من الناس اللي بيدهم يعني اللي بيدهم يساعدوها. السيد محتاج يقطع رجله لان المرض يعني انتشر ليه ديالو كامله والمنظر ديالها جد مروع راه غير مغطيها دابا يعني حفاظا على يعني على سلامه يعني المشاهدين ولان المنظر جد يعني مروع. السلام عليكم لاله تقدري تعاودي تهضري لينا من جديد على الحاله ديال الزوج ديالك. السلام عليكم. هذا السيد هذا دار عمليه في الصوفي كرطولي واحد الصباح وداروا لي خطا طبي ونعس شهر هو في الصوفي ملي خرج من الصوفي هو تيتكلي اللحم ديالو. ملي جينا عندك لاله ما اتصل بك حتى شي واحد. لا هو كيتفلاو علينا اختي اصحاب التفليه ما كاينش كاع اللي حن فيك ولا شي حاجه. عمليه مستعجله لان مشاهدي الكرام السيد ما كاينش ما كاينش ما كاينش انا زعما كنتالم لان دوزنا بزاف حالات هذا الاسبوع وهذا السيد يعني بقالي في الذاكره ديالي ما نسيتوش. الله يجازيكم بالخير الله يخليكم. زعما حنا المغاربه معهود علينا يعني الكرم وبزاف ديال الاشياء. هذا السيد ما محتاج حتى شي حاجه من غير انه قطع الرجل ديالو. حنا امام المستشفى وما شافوش بعين الرحمه لهاد السيده ولا لهاد السيد. يعني مستشفى السقاط ميريزغو الصوفي كل هاد المستشفيات الله يجازيكم بالخير. هذا نداء يعني من صحفيه من شوف تيفي للقلوب الرحيمه. هانتي يا لاله عاودي وجهي النداء وانا زعما راه ما كرهتش ليك لا انا ولا الطاقم ما كرهناش ولكن راه الله غالب. عاودي وجهي النداء ديالك المحسنين اللي يقدروا يعاونوا. كنمشيو سيدي لميريزكو درنا تصاور درنا كل شيء في الاخر لحونا عاوتاني للصوفي ومن مشينا للصوفي عاوتاني قال لك غنديو البارح بلابيلونس غنديو بلابيلونس للسقاط. كون جينا هنا البارح كون بقينا نتلاوحو انا وياه في الزنقه ودابا سيدي كنطلب من المحسنين ونطلب من جلالة الملك والمحسنين والله تعالى باش يشوف من حالة السيد. ما بغينا والو حنايا اللي شاف اللي يكون مع هذا السيد هذا باش يقطعوا لي هاد الرجل هادي راه معفناني بزاف. هنا اللي معهنين هنا اللي معذبه هنا اللي معذبه الريحه خيبه بزاف ولات مقيحه وكتقطر بالقيح وطالع عليه المرض حتى الفوق وما كيجي الريحه الريحه في الدار اللي درتي ما كيبانش الريحه كارهه بزاف حنا مرضنا معاه واختي ولا يدير كل شيء تحت منه دابا صافي. مشاهدي الكرام الله يجازيكم بالخير اللي عنده يعني هذا نداء مستعجل ما فيهش غدا ما فيهش من دابا ساعه. السيد خصو دابا يدخل يدير العمليه لان محتاج للمساعده وفي الوضع وفي وضع جد مزري وكيف زعما كيف شفتوا كيف سمعتوا كيف ما حنا تاثرنا بحاله السيده وهذا السيد لان الله غالب ما عندها لا معين لا حتى شي واحد. الرقم ديال حافظه الرقم ديالك لاله ديال الواتساب لا عندي ما حفظتوش. الرقم ديال السيده عادي 06 21 98 00 06 21 98 00 بهذا الرقم. الله يجازيكم بخير. كيف ما سمعتوا السيده كتقول لك كيعيط لي كيعيطوا لي غير باش يتفلاو هاد السيده ولا الحاله ديال الزوج ديالها ماشي ديال التفليه وانما من اجل المساعده لان السيد كيتالم بصح كيتالم. زعما انا ما كرهتش نقل لكم الاحساس ماشي غير المشهد. السيد كيتالم وفي وضعيه مزريه ومحتاج للمساعده ومحتاج يعني زعما هذا هو المعهود. الناس دابا في حاله ديال الزلزال الحوز ومشطونين يعني مع المساعدات وكذا ولكن حتى هادو حالات انسانيه ما خصناش نساوهم. حتى هادو جزء من المغرب حتى هادو مواطنين بحالنا ما خصناش نخليهم في هذه الحاله. سيد ما بغيت والو انايا بغيت هاد سيدي الدواء تهيد لي هذيك الرجل صافي.
كل شيء راه باين واضح، ما فيه لا كذوب لا والو، اي حاجه راه باينه. ما بغيت حتى حاجه اختي. انا كنسولك شحال كلفت العمليه، شحال قالوا لك؟ ما سولناش في كلينيك اختي. كنتمنى والله يجازيكم بالخير شي واحد يتكلف عاجل، يعني نداء عاجل بهذا السيد هذا، لان هذه المره الثانيه في نفس الاسبوع حنا كنصوروا معاه، راه لا اذن صاغيه هذا بغى يدوي، بغى يدوي باش يتبلى نعطي دوي يتعلم زعما ماشي حنا يعني هذا دوي ما كان ما كان يعني ما كانش واحد يواجه خويا داونا الباقي راه موين خويا اقول نموت راني قوي تبوت تبوت والو في الدنيا قلت صحيتي انت هو صحيتي راني قوي خليك وليدي تقول صحيتك الله يتهالك عمرك يخليك في الدوائر وينات الله يتهالك هو راني قوي الله يتهالك معاكم عليكم وليدات وخليك مصيركم الشفاء وكنتمنوا زعما هاد ما عندناش شي دري خدام علينا ولا شي حاجه خويا، عندنا الدري باقي تيقرا في الباك اذن صاغيه ما كاينش اللي غادي يعاونوا شي دري ولا وليدات كبار ما كاينينش، كاين دري واحد اللي عندي باقي تيقرا انا اللي باقي مسؤولين عليه. المشاهدين الكرام يعني المساعدة الرقم أعيد يعني 06-21-40-98-00 نداء عاجل، وهذا هو يعني هذا هو اللايف الثاني مع هاد السيدة، هذا هو اللايف الثاني مع هاد السيدة، كنتمناو يلقى زعما أذان صاغية لأن بصح بصح الزوج ديالها كيتألم ومحتاج للمساعدة. الله يجازيكم بالخير، يعني أنا شخصيا أناشد يعني محسنين والقلوب الرحيمة هنا بمدينة الدار البيضاء، السيد محتاج أنه يقطع رجليه في القريب العاجل. الله يجازيكم بالخير، السلام عليكم وتبقوا على خير والله ينجينا وينجيكم من الآفات.